التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل الليلة الطلبة المتفوقين في الجامعات والكليات الوطنية الأكاديمية والعسكرية وأوائل الثانوية العامة من أبناء وبنات الوطن الذين قدموا التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك. وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي. رحب بشباب الوطن المتفوقين معربا سموه عن سعادته بلقاء الأبناء والبنات في أمسية رمضانية تجلت فيها روحانية الشهر الفضيل وروح الأسرة الواحدة بعيدا عن البروتوكول والرسميات، إذ صافح سموه الشباب وبارك لهم نجاحهم وتفوقهم في جامعاتهم وكلياتهم ومدارسهم وأتمنى لهم مزيدا من التفوق والوصول إلى الدرجات والشهادات العليا في دراستهم حتى يتبوأوا مناصب قيادية في المستقبل، حتى يسهموا في تطوير المرافق العامة وخدمة وطنهم ومجتمعهم بكفاءة عالية وأداء مميز. وخاطب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أبناءه المتفوقين: نحن فخورون بكم وبإنجازكم الأكاديمي ونريد منكم ومن الأجيال اللاحقة أفضل المستويات والشهادات العلمية التي تضعكم في الصفوف الأولى وتؤهلكم لشغل مناصب عليا في الدولة، لأننا في دولتنا الحبيبة لا نرضى إلا بالمركز الأول، وهذا الهدف ليس بعيد المنال على شباب الوطن ما دام هناك دعم وتحفيز وتشجيع من قيادتكم التي تفتح أمامكم كل الأبواب وتوفر لكم الفرص المواتية للاستزادة من مناهل العلم والمعرفة والخبرة. وأضاف سموه: ليس هناك شيء مستحيل، خاصة إذا ما توفرت لدى الإنسان الإرادة والتصميم على فعل وإنجاز شيء ما، وقيادتكم تؤمن بقدراتكم ومهاراتكم وعليكم توظيفها بالشكل المطلوب في بناء مستقبل واعد لكم وخدمة بلدكم وشعبكم ومؤسساتكم الوطنية. وأردف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم قائلا: نحن وأهاليكم نعول عليكم كرجال أشداء يستطيعون مواجهة التحديات بصبر وعزيمة والوصول إلى الهدف بجهودكم واجتهادكم وسعيكم المستمر في الحياة دون تحديات لا معنى لها، والنجاح دون جهد لا طعم له، فمن يحصل على شيء دون جهد يفقده دون ندم، هذه حكمة العقلاء. وفقكم الله لما فيه خيركم وخير ذويكم ومصالح وطنكم الوطنية المقدسة. حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي جميلة بن سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب الطلبة والطالبات المتفوقات وعددهم نحو 70 متفوقا. ما نحب الا المركز الاول.
تقييم المناصب العليا، لأن إذا هاي فكرتهم هاي الحين يحاولون على المركز الأول لابد أن يأخذون المراكز الأولى كذلك في المستقبل. أنتم مسؤولين على هذا المهم أنه ما في مستحيل، الإنسان إذا جد وعرف هدفه يوصل، يعني تكون طموحاته أقل وضمير الباطن هو اللي يخلي الإنسان إذا شك في عمل في يوم من الأيام. لأجل هذا أنتم ما عندكم مشكلة، الضمير الباطن معاكم يعني يشجعكم على شيء أكثر. نحن تعلمنا من آبائنا دائما إيجابيين وصعاب. وقد تناول الجميع طعام الإفطار إلى مائدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية العامرة، داعين الله العلي القدير أن يديمها على من نعمة على شعب الإمارات وأن يحفظها من الزوال.